فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز استعمال توابل أو متبلات فيها نكهة من الدجاج غير المذبوح، دجاج الميت؟ لا يجوز، لا يجوز تناول شيء من الميتة سواء كان خالصا أو مخلوطا مع غيره، يعني حرام. نعم، حرمت عليكم الميتة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.